السلام عليكم، كي دايرين؟ اليوم واجد لكم واحد المخيمرات مسمى المخمار اللي قال لكم خاطركم قولوا يلا. المهم هذا المسمن هذا تيجي معتبر بالفرماج. شوف ما شاء الله، شوف ما شاء الله، ومع برير ديال اتاي بالشيبه. عرفتي غادي نوري لكم المسمن، نوري لكم دابا ولا حتى الاخر؟ لا لا، غنوري لكم باش تشوقوا، باش غادي تبغي تمشيو تصاوبوا. يلا هانتوما هانتوما، ها شوفوا البنات كي داير. عامر بالفرماج وفي نفس الوقت مورق، وجا بحال شكل ديال المسمن، جا واعر الصراحه. جربوه ان شاء الله. غادي نمشي انا نخوي كويس ديال اتاي، هنخوي اتاي. عطي الريحه ديال اتاي، يا سلام. وبالشيبه لا، خاصني نوري لكم المقادير باش تنوضوا ديروا كويس ديال اتاي وتجربوا هذا المسمن هذا الصراحه اللي تيجي غزال. لا البنات، خاصني نوري لكم المقادير، يلا هو معايا، تفرجوا في الفيديو حتى الاخير. غادي نوريكم المقادير وحده بوحده. بالنسبه للمقادير، عندي واحد 250 غرام ديال السميده اللي فينو في المغرب، غنزيد على 250 غرام ديال الدقيق الابيض، ما يعادل نص كيلو. نص كيلو غادي نغربلو، غادي نعجن هادشي في ترموميكس. ودرت واحد نص معلقه صغيره ديال الخميره، وشويه ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال العسل، تقدروا نتوما ديروا السكر، وربع كاس ديال الماء دافي، وجوج كيسان ديال الحليب دافيين، كيسان صغار ديال العنبه. صافي غادي نخليوه يتعجن، وفقيت اللي غيتعجن ليا غادي نمشي انا غادي نصاوب الحشوه اللي غادي نديرو وسط هذا المسمن هذا ان شاء الله. من بعد ما تعجن خليته تيخمر، غادي نخليه سديت عليه خليته تيخمر ونمشي نصاوب الحشوه. بالنسبه لكم اي تشيز عندكم تقدروا ديروا، انا درت هاد التشيز هذا تيقولوا لي سويت تشيز. تقدروا نتوما ديروا اي فرماج عندكم وزد عليه الكريمي، تقدروا نتوما ديروا هذوك المربعات ولا المثلثات وزد عليهم الزعتر. صافي غادي نخلطوهم كاملين وغادي نمشيو باش نشوفوا العجينه ديالنا ان شاء الله كيف ولات. بالنسبه للعجينه هي من بعد ما خمرت نحاول انني نحيد منها الهواء اللي كان فيها ديال الخميره، وغادي ندير سطح العمل بشويه ديال الزيت، ويدي ديالي بشويه ديال الزيت. وبالنسبه للكويرات تبقى لكم نتوما قداش بغيتوهم، كبار ولا صغار. انا بالنسبه لي هذا هو الحجم اللي درته مويل. صافي غادي نبقى هكايا حتى نكمل الكويرات ديالي كاملين، وغادي نغطي عليهم باش ما ياخذوش لي ديك القشره الفوقانيه ديال العجينه. وفي نفس الوقت تندهنهم بالزيت من الفوق باش ما ينشفوش ليا. صافي تنبقاو غاديين هكايا وتا تنكملوا العجينه ديالنا. هي الصراحه العجينه ديال الترموميكس راه شوف لكم، واخا انا راه خويتها من الخميره ديالها، ولكن شوفوا تيبانوا لكم واحد الكويرات من الجناب ديال العجينه، هكا كنت نحس بهم في يدي. سبحان الله تتعجن الخبز مزيان. وصافي انا بالنسبه ليا المسمن ديما تندير هاد الكريمه هذه، تندير فيها الزيت واحد الراس معلقه ديال الخميره الفوريه والزبده والسميده، هذه هي الكريمه اللي تنديرها انا في المسمن ديما. صافي غادي نحركها مزيان. صافي غادي نمشيو ناخذ الكويرات. انا هادشي من بعد ما خمر لي صافي تندير حاجه من ورا حاجه، ما تنخليش يرتاح ليا، يعني غير تيكون ديجا خد الراحه ديالو فاش خمر. صافي غادي نقرصو غير شويه هكايا، ها ندير هذاك الكريمه اللي تنصاوب ديما قلت لكم ديال المسمن، تجي زوينه الصراحه. صافي غادي نشكلهم مربعات كما تنشكلوا المسمن المربع، وغادي نحطهم على جانب، غادي نديروا وحده 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 حتى نكملهم كاملين. هذه الكريسه الثانيه غنعاودها معكم ان شاء الله، يعني ما تحاولوش انكم تسرحوها مزيان تيبان سطح العمل. انا هذه الطريقه دي ديال هذيك هاكم بوكا كباك. صافي نديرو الكريمه وغادي نشكلوها مربعه ونخليوها على جانب. صافي صافي تنبقاو غاديين هكايا حتى تنكملو العجينه كامله ديالنا. راه تتبان ليكم بلي انها راه ولات مرخوفه في اليد، يعني تخدمي بها كيما بغيتي، وفي نفس الوقت راه ما تتقطعش لحقاش راه مدلوكه مزيان. صافي ونبداو غاديين بالكريمه ديالنا هكا حتى تنكملو العجينه. هذاك نص كيلو انا دار ليا البنات، دار ليا 12 مسمنه صغيورات ماشي كبار، ولكن المهم بركه، يعني الا كان الواحد مسمنه راه الله يجعل البركه، راه هي هذه. صافي من بعد ما كملت هذاك الشيء كامل مباشره غادي ناخذ المسمنه الاولى اللي بديت اللي درت في الاول، غادي نسرحها غير شويه من الجناب غير شويه. هاد القضيه ديال ديروها في اي حشوه بغيتي ديروها ديروها. صافي درت الحشو ديالنا اللي درتو بالتشيز، وغادي نحاول انني ناخذ الجنيبات كاملين تجمعهم. صافي تنجمعهم هكايا هاد،
نحاول نسدهم مزيان ونحطوها في الجن ونغطيو عليها ونخليوها. وغنمشيو ثاني للمسمنه الثانيه هكاك، نبقاو غاديين هكا وحده مورا وحده حتى تنكملوا العجينه كامله. شتو تنضرب انا عير من الجناب بالوسط، نخليه شويه هكا يبقى طالع باش فاش نجي نقرص يهبط ليا الوسط والجنات يكونوا ديجا راه هابطين شويه، يعني تيجي يلا تيجي كلشي متساوي. وحتى الحشو تيحاول انه تيمشي للجناب. صافي نحاولوا نسدو عليه مزيان. صافي من بعد ما كملت كل شيء غادي نديروا المقله ديالنا تسخن لينا بشويه، وغنمشيو الاولى اللي خدمنا في الاول غادي نحاولوا اننا نقرصوها بشويه بشويه كما تتشوفوا. شوفوا هذوك النفيفيخات كيبانوا من الجنابه البنات باش تعرفوا بلي ان راه المسمن راه مورق مزيان. صافي من بعد نرشوا المقيله بشويه ديال الزويته وتنطيبوا بهم. عتك تيجيوا البنات راه ما نعاود لكم شرعت واحد اللذه وواحد القرمشه وتيجيو مورقين. ما هو مسمن ما هو مخمر، المهم راه تيجي غزال صراحه، غير جربوه الصراحه. صافي المخمرات ديالنا نخليهم يطيبوا على خاطرهم، انا ما تنجهدش عليه باش حتى الطياب تيدخل لداخل وتيطيبوا على حقهم وطريقهم. كي تشوف التحميره البنات كي تيبانوا محمرين، انا راه كيما حيدتهم كيما مشيت كليتهم، حتى كليتهم سخان على شي حاجه اللي زوينه مقرملات وواحد المذاق معتبر. صافي انا غادي نقدمهم مع شويه ديال العسل ومع بريري ديال اتاي ما نعاود لكم شلعتي ديال الشيبه مشحر معتبر. يلا تنتمنى يعجبوكم، واي سؤال مرحبا بالاسئله ديالكم، راه شي حاجه اللي ساهله وتيكونوا خفيفين على تحت المعده لحقاش فيهم واحد شويه ديال الخميره ديال انهم تيكونوا خفاف شويه على المعده. وبالصحة والراحة، وتنتمنى الفيديو هذا يكون عجبكم، ما تنسوناش التعليق ديالكم وبلي لايك ديالكم اللي تزيدوا تشجعوني باش ندير حوايج اخرين، لقاش باش نشوف الفيديو راه طلع راه تنزيد نفرح تندير حاجة اخرى. يلا وبصحتكم وراحتكم.